إدارة التعليم العالي كانت تلقات واحد المنصة الأسبوع الماضي لإحصاء هؤلاء الطلبة ونعرفوا التخصصات ديالهم والمستوى فاش تيقراو إلى حد البارح 8 مارس 2022 4885 طالب تسجل على مستوى هذه المنصة 3744 أي 77% منهم يتابعون دراستهم في تخصص الطب والصيدلة وطب الأسنان بينهم 220 في طور التخصص 882 طالب 18% يتابعون دراساتهم في في شعب الهندسه المعماريه والهندسه اما طلبه اللغات وعلوم البيطره والاقتصاد والتدبير والقانون فعددهم 238 طبعا كتعرفوا هذوك اللي كيمشيو في السنه الاولى كيكون كيكونوا كي يلا كيقراو اللغه هذوك ما مطروحش ما مطروحش المشكل عندهم بصفه عامه فالحكومه الان كتدرس خيارات متعدده منها الخيارات ديال فتح حوارات مع الدول القريبه بالنسبه للطلبه اللي باغيين يكملوا في نفس المجال يعني قريب من المجال الجغرافي ايضا هناك اجتماعات الان تعقد على المستوى الداخلي من اجل دراسه ملائمه الدفاتر البيداغوجيه لدراسه امكانيه التحاق هؤلاء الطلبه بالكليات وكاين طبعا الطلبه اللي بعض الشعب ديال القانون هادو ما مشكل في الدفاتر البيداغوجيه ما بين بلادنا والبلدان التي كانوا يدرسون فيها